الفنانة سالة عبيدي. أسو كلش أحبها. ما أعرف هي جوز زعلانة علي. زعلانة؟ يمكن ما أعرف. زين. بس أنا كلش أحبها وأحترمها. وهي إنسانة طيبة، قلبها كلش طيب. أكيد طيب. زين. شلون اللي صاير بينك وبين العاد؟ ما صاير شيء. شلون عرفتي العاد إنه هي زعلانة عليك؟ باو. هي تمرضت أو صار هيك شيء، يعني تخربطت أو هيك شيء، شفتها على السناب وأنا كلش يعني ضل بالي يمها، فخابرت أختها قلت لها وين؟ قالت ماكو شيء، انهيار عصبي وما أعرف شنو. زين. شكو الصاير؟ قالت تعالي شوفي. قلت أنا أصلاً باكر جايتها أشوف. تمام. حكيت وياها هي، قالت لي ماكو شيء، لا يضل بالك ما أعرف شنو، كنا على السناب أتذكر. فثاني يوم صار عندي حالة وفاة، أني ابن جيراني. زين. الله يرحمه. فما قدرت أروح لها. مع ذلك رجعت اتصلت بأختها، قلت لها أنا اليوم هيك وهيك. ليش بأختها؟ ليش ما تتصلين بيها دايركت؟ ها؟ ليش مو بيها دايركت؟ هي مريضة. أها تمام. فحتى ما أتعبها. فاتصلت بأختها قلت لها هيك وهيك وأني ما راح أقدر أجي اليوم. بشريني شلون صارت؟ قالت الحمد لله تمام. عبر ثالث يوم بدا أقلب بالسناب لقيتها مطيتني بلوك. أعتقد سالة عبيدي نعطيتي بلوك على مدى هالسبب؟ ما أعتقد هو الربط ويا هذا السبب أو غير شيء، ما أعرف. ليش ما رحتي عليها واتصلتي بأختها مرة ثانية؟ اتصلت بيها واتصلت بأختها، هي ما تجاوب، وأختها قالت ما أعرف. فما أدري، يعني أنا دا أحكي هذا الموضوع بكل أمانة، لأنه إسراء أو أي شخص من الوسط الفني أنا ما أقبل أحد يزعل علي. أنت تعرف وإسراء حبابة عندها وقفات حلوة وياي. أسو صديقتنا الغالية كلش. محمد رمضان نمبر ون. كلش أحبه. كان أكو حفل إلي قبل أيام بغداد، كان حفل كلش كبير، وأنت كنتي شفتك فانز، ما شفتك الفنانة النجمة شاهندة. وأنا قلت أصلاً أول ما صارت الحفلة قلت أني راح أتجرد من أنه أني شاهندة ممثلة. أني رايحة فانز، أني رايحة أستمتع بالحفلة. يعني حتى اللي طلعوا النجوم وحكوا وقالوا الحفل مو منظم وإحنا المفروض نقعد بغير مكان. أولاً أجواء حفلات محمد رمضان لازم تكون هيك، يعني زين. أكيد أنت ما تسمع للسيدة أم كلثوم وراح تقعد على ميزو وتتعشى نمبر وان، حيغني فايروس، فأنت لازم تكون متفاعل ويا الحفلة. بصراحة صار أكو يعني اتصلوا بي رادوني أقعد بمكان مخصص، أنا رايحة بدعوة وبطاقة مخصص للفنانين، بس أنا كان عندي وياي أصدقاء ما أقدر أعوفهم، أصدقاء وعائلتي ما أقدر أعوفهم، وأني أصعد وحدي وأقعد وهيك. فقلت لهم أنا متجردة من اسمي فنانة، أنا شاهندة فانز لمحمد رمضان، جاي أحضر الحفل. زين.